احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات السليزيان السادسة في بيت لحم بوداع وتكريم المفتش الإقليمي السابق للسليزيان في الشرق الأوسط الأب منير الراعي، وذلك في مسرح السليزيان في بيت لحم بحضور عدد من الأباء الأجلاء، الأب بشير سكر رئيس دير السليزيان، والأب رامي عسكرية كاهن رعية اللاتين في بيت لحم، والمحامي الأستاذ أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، والقادة في دائرة الكشافة والمرشدات الفلسطينية التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للمفوضة، والمفوض والمفوضة الكشفية، والرواد الكشفيين، وقادة المجموعات الكشفية، وأعضاء وأفراد مجموعة السليزيان السادسة. بعد كلمة الترحيب بالحضور عزفت المجموعة السلام الوطني الفلسطيني، وتلاها كلمة من الأستاذ أنطون سلمان، شكر الأب منير على خدمته في دير السليزيان طيلة 6 سنوات واعتنائه بالشباب والشبيبة، وكما وشكر القائد فؤاد سلمان وقفة الأب الراعي مع المجموعة ومع الشبيبة وعلى إنجازاته طيلة فترة خدمته في الشرق الأوسط. وفي كلمة الأب الراعي شكر الله على تواجده في هذا الدير وأن يتمثل الشباب بالقديس دون بوسكو، كما ورحب الأب منير بالأب الجديد ليون إليهاندرو المفتش الإقليمي الجديد للسليزيان في الشرق الأوسط وسلمه أمانة الشباب، كما وتم تكريم الأباء بهدايا تذكارية. وبعد التكريم توجه المدعوين إلى عرين المجموعة التي تم ترميمه مؤخراً وافتتاحه بحلته الجديدة، وأقيم حفل استقبال في باحات الدير وأخذ الصور التذكارية. نحن خاصة كرهبنة بتعتني بتربية الشباب، كتير هيك شجعت الشباب إنه هاي بلدكم هاي أرضكم، وبتمنى هيك تكونوا فعلا أوفياء ومخلصين عن طريق إيمانكم عن طريق رسالتكم وعن طريق خدمتكم، ورغم كل الصعوبات اللي عاشتها المنطقة اللي هي من زمان ورح تبقى هالصعوبات، لا تخافوا الرب يسوع معنا، ونحن هيك كمان كسل زيان معكم ومريد انه نقويكم ونشجعكم، وبتمنى لهم فعلا كل خير شبابنا لانه شباب هي شباب رائعة وطيبة وقوية، وهي جدا هيك عندها كمان طموح رغم انه كل الصعوبات اللي ممكن يعيشوها. هاي من كل قلبي هيك، وانا يعني بتمنى فعلا هالمنطقة يحل فيها السلام، اهم شيء نعمة السلام للكل للكل هيك، امين يا رب. ومثل ابراهيم يعني في سن 70 بس يعني اكتشفت خبرة رائعة جدا مع شعب بيت لحم وشباب بيت لحم وشباب السليزيان كشاف ومدرسة ومصلى، رغم المعاناة اللي بتعيشها العائلات والشباب بيت لحم وأولاد بيت لحم، شفت عندهم روح تواقة جدا لأنه يرفعوا مستوى حياتهم، وخاصة في العطاء الإيجابي للمجتمع حتى الإنسان يحس أنه هذه الأرض تستحق أنه نعيش عليها ولا نهجرها بكل ما فيها من قيم روحية. وهلا عندي المسؤولية الجديدة اللي صار الرئيس الأقليم للسليسيان بشرق الأوسط، وهلا حاليا ببيت لحم إن شاء الله الخدمة للسليسيان بالأرض المقدس صار أحسن خلال للخير للشبيبة للأولاد. شكرا. إحنا المزبوط احتفالنا اليوم بداية لوداع وتكريم الأب منير الراعي المفتش الإقليمي السابق لدير السليزيان، ولاستقبال الأب ليون أليخاندرو المفتش الجديد، وكمان لافتتاح عرين المجموعة بعد ترميمه وانتهاء من أعمال الترميم. للنورسات مارلين الحدوة من دير السليزيان دون بوسكو بيت لحم.